بعد معارك تحرير الموصل ارتبط اسم مدينة الموصل وبالذات المنطقة القديمة من مدينة الموصل بالدمار والخراب، فكان مبادرتنا انه نعيد الحياة للمناطق القديمة والأزقة القديمة من مدينة الموصل ونعيد تسويق آثارنا وتراثنا للعالم بصورة أجمل وأبهى. اكو بعض المدن المغربيه مثلا ومثلا المدن اللي موجوده بحلب اتخذت نفس الطابع وكانت هي الاسبقيه بهالشيء، لكن هذا اللون الازرق والطابع اللي اتخذناه بهالمجال هو ليس مقتصر على دولتين فقط، هذه العماره الاسلاميه قديما بالنسبه للون وبالنسبه للزخارف ايضا. بالنسبة لاختيار اللون الأزرق هو بصورة عامة اللون الأزرق يرمز إلى راحة النفس ويرمز أيضا للعمارة القديمة الإسلامية والعمارة القديمة العربية. هذه الفكرة موجودة في المغرب العربي وموجودة في تركيا وبعض البلدان العربية، فشيء جميل وعاد البهجة والسرور والابتسامة إلى وجوه هؤلاء الأطفال وأهالي هذا الزقاق الجميل. فهاجرت الناس اكيد، العصافير والطيور ايضا هاجرتني، ما اكل لا ماوى ولا ماكل ولا مشرب ولا ماء، فوضعنا هذه الطيور عفوا هذه البيوت حتى تعود مثل ما عادت الناس، ايضا العصافير والطيور تعود الى اماكنها.